انه تلوز في تشهر وغير موقعي وما يمكنش وحتى انه السرعه باش هو الموجوده يمشي من السطح للفرشه تاخذ من 10 ل 15 سنه. بالتالي كنت وقعت من التلوث غير كثر لان هذه 15 عام الاخرى وقعت تكليف ديال النشاط الفلاحي وبالتالي الفرشه غتكون المدينه غير 6 شهور على الاقل. وهنا